السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي جميع الإخوان متابعين الصفحة. اليوم بغيت نتطرق لواحد الموضوع. لاحظت في الأسابيع الماضية أن أغلبية النقاش حول طائر الحسون، حول واحد البقع تكون بيضاء موجودة على ظهر طائر الحسون، بالضبط في الجناح. هذا كنتكلموا على الحسون اللي في القفص، اما الحسون اللي في الطبيعه كما كتلاحظوا في الصوره امامكم، الجناح ديالو ما فيهش دوك النقط البيضاء، حتى الديل ما فيهش دوك النقط البيضاء. هذا حسون في الطبيعه، والغالبيه ديال الاخوان تطرقوا لتفسير هذه الظاهره بان الحسون في الطبيعه هكذا، وفي فتره غيار الريش يتم تغيير الريش وتظهر البقع البيضاء. وفي الحقيقة هذا خطأ، فهذه البقع البيضاء لا تختفي من طائر الحسون بغيار الريش، بل بالأكل الذي يأكله طائر الحسون. فبعد البحث في هذا الموضوع أردت أن أشارك معكم النتيجة الصحيحة التي توصلت إليها. في الحقيقة طائر الحسون في الطبيعة يتغذى على الكثير من النباتات، وأغلبها النباتات الشوكية، وهذه النباتات الشوكية تحتوي على بذور فيها نسبة عالية من مادة الصمغ، حيث تجد أن طائر الحسون تلتصق عليه مادة سوداء على فمه. مادة الصمغ وهي غالبا تكون ملتصقة على منقار الطائر، هذه النباتات الشوكية تحتوي على صبغات كاروتينية، هذه الصبغات الكاروتينية يستهلكها الطائر بغزارة، خاصة في فصل الربيع، وهي مهمة له في صنع مادة الميلانين من جهة أخرى، وهي تعمل مع بصيلات الريش. يعني هذه المادة ديال الميلانين تنتقل مع بصيلات الريش الموجودة في دم الطائر للحصول على تحكم دقيق في صبغة الريش. ومع كثرة أكل النباتات الشوكية في فصل الربيع ترتفع مادة الميلانين وتحفز مادة التستوستيرون، فتتدفق هذه الصبغات بغزارة في دم الحسون وخاصة الأجنحة كما تلاحظون في الفيديو. فالطائر من الظهر ومن الجناحين، يعني ما فيش هذوك النقط البيضاء كما قلنا، فتتدفق هذه الصبغات في دم الحسون وخاصة الأجنحة، فيطغى السواد على الأجنحة فتختفي البقع البيضاء تماما من ظهر الطائر، وهذا راجع إلى الغذاء الذي يتغذى عليه الطائر، فلا علاقة لغيار الريش بهذه العملية. ومن جهة أخرى فإن الطيور التي تكون في البرية يتدفق الدم فيها بسرعة عكس الطيور التي تكون في القفص، يعني الطيور الموجودة في البرية مع كثرة الحركة وكثرة الطيران فالدم يتدفق فيها بسرعة، عكس الطيور التي تكون في القفص الدم يتدفق ببطء، مما يجعل هذه المواد تنتقل بسرعة عند الطيور الموجودة في البرية. يعني هذا لا علاقة له بغيار الريش، ظهور هذه البقع البيضاء أو اختفاؤها هذا راجع إلى الأكل الذي يتغذى عليه الطائر. يعني الطائر في البرية يتغذى على الكثير من النباتات الشوكية، وهذه النباتات الشوكية تحتوي على مواد، وهذه المواد هي التي تنتقل عبر الدم وتذهب عبر الدم إلى البصيلات ديال الريش وتتحكم في صبغة الريش، مما يؤدي إلى سواد هذه المناطق واختفاء البقع البيضاء. المهم إخواني، كان هذا هو الموضوع ديالنا اليوم، ونتمنى أنني نكون توفقت في شرح هذه الظاهرة التي يتحدث عنها الكثير،
والتي هي اختفاء البقع البيضاء من ظهر الطائر. هناك من رجحه لغيار الريش، وهناك كل واحد التفسير تاعه، كل كاين اللي قال طائر صغير، كاين اللي قال طائر كبير، هذا لا علاقة له بهذه المواضيع. فإنما العلاقة أو القول الصحيح هو الصبغات، تحكم الصبغات في اللون. نتمنى أنني كنت موفقا في الشرح إخواني، أتمنى منكم أن تدعمونا بتعليقاتكم وتفسيركم، فربما يكون أحد المولوعين عنده معلومات أخرى يفيدنا بها. نتمنى أن تتقبلوا هذا التحليل، وتحياتي لكم جميعا، وشكرا على متابعتكم وبدعمكم دائما نبحث عن الجديد.